ونهيم في الصحراء يكنفنا السرى. لسنا سوى غيب تعفر بالتراب. انظر إلي رجل وحيد في وسط مذبحة تعذب مقلتين ويشد أزره للحديد جلدا يسير إلى البعيد ليصير نور الخافقين. رجل وحيد رجل وحيد يدعى الحسين. وتطوف قافلة السباع والصوت يزرع في الظهور النار والشوك الأليم. وتطوف قافلة السباع والصوت يزرع في الظهور النار والشوك الأليم. فتطل من بين الجروح الحمر أزهار الإباء والقيد يفلت من مراثنه جناح الكبرياء. ويثور مجد عابس القسمات مغضب في صوت بنت المرتضى الحوراء زينب. ويثور مجد عابس القسمات مغضب في صوت بنت المرتضى الحوراء زينب. نبع الكرامة فهو يسقي الرافدين باللوعة الشماء يذرفها الرثاء وزنا على صد شهيد يدعى الحسين. أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى. ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني بدري أحدي شجري مهاجري. من العرب سيدها ومن الوغى ليفها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين. ذاك هو جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس ذبيح كربلاء.
جزاء بغيك يا يزيد. أصرخ، أصرخ كما يحلو لك، فقد حان لك أن تتألم. أصرخ. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. إنها ابنة الحسين يا مولاي وتريد أباها. تريد أباها؟ حسن، ابعثوا به إليها. ما بكما تقفان كالبلهاء؟ ابعثوا به إليها لترى. تقصد بأنه يا مولاي؟ عجب، ارموا إليها برأس أبيها فتخلص. يا آل الحسين، لأشوين قلوبكم كما لم يشوى قلب من قبل، ولا أفرين أكبادكم كبارا كنتم أم صغارا. أريد أبي. من منكن تريد أباها؟ أبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهل يريدون أن يقيموا فوق قبر ابنته؟ يا مولاي، لم يعد وسعنا أن نشد عليهم الميثاق، وقد علم الناس من هم. لعنك الله، لعنك الله، والله ما تشير علي إلا بما يفضحني أمام الناس. ثور، أخبرني ماذا يقول الناس عني في الشام؟ أخبرني العرفاء بما لا يحب أن يسمعه مولاي الخليفة أطال الله في عمره. يتحدثون عن لؤمي وخبث عنصري، أليس كذلك؟ أحدث كلام زينب ثم كلام علي بن الحسين لغطا كبيرا في الأندية والمجالس التي باتت تغلي كحميم البركان. ذهبت مكانتي بين المسلمين، تبا لكما ولمن استجاب لمشورتكما. الآن عدمتم النصح والمشورة؟ قولا، ما الذي يمكنني فعله؟ أرى يا مولاي أن تفرد لآل الحسين بيتا يقيمون فيه، ريثما تنظر في أمرهم. أنظر في أمرهم؟ وهل أبقت لي مشوراتكم السوداء حيزاً لأمر أو لرأي؟ أرى يا مولاي ألا تبقيهم طويلاً في الشام حتى لا تمكنهم من الإمعان في فضحنا بين الناس. أما في هذه فقد صدقت. أسكنوهم داراً يرى فيها أهل الشام إكرامي واحتفائي بهم، ولا تمنعوا عنهم زيارة الناس، ريثما أجد حيلة أبرأ فيها من دم الحسين أمام وجهاء الشام وأعيانها. هند، هل لي من بقية توبة عند الله؟
أنا نادم على ما فعلت، ثم إني لم أقتل الحسين. لعن الله ابن زياد، هو من قتله. لعنك الله يا ابن زياد. أما علمت بموت ابنتهم رقية؟ علمت، وعلمت أنك من قتلها بسيف خبثك ومكرك. سامحك الله يا هند، والله ما جئتك إلا لتخرجي فتواسيهم بفقد ابنتهم ومقتل أحبتهم. بأي عين سأنظر إليهم وقاتل سيدهم هو زوجي؟ قد تلين الصخور ويذوب الحديد، أما قلبك فلا سبيل إلى تليينه. هكذا هو قلبي، لا يلين إلا حيث يجب أن يلين، ولا يقسو إلا حيث يجب أن يقسو. أقسم إن لم تفعلي لأقتلنهم جميعا، إما أن تخرجي أمام نساء الشام جميعا تواسينهم باسمي، أو سأجعلهم نسيا منسيا. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصعب، كيف حالك؟ نحمة الله على كل شيء. أما دخلت قصر يزيد بعد؟ أراك مجافيا له. إيه يا شام، حين يسوسك رجل مثل يزيد. ما الخطب يا شيخ؟ اذهب إلى القصر فيحدثوك بما كان فيه. ماذا حل بأهل الحسين؟ كأنك علمت بأمرهم وأنت قادم لتوك. ما من شيء يخفى، حدثني، ماذا حل بأهل الحسين؟ أحدثك وماذا أحدثك؟ لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغلي، أمية أمسى نسلها عدد الحصى، وبنت رسول الله مقطوعة النسل. هل قتلهم يزيد؟ منذ أيام تسبب في قتل ابنتهم، ماتت حزنا وفرقا على أبيها. لا تهم سكينة؟ لا، رقية، كأني بك تعرفهم. لا، لعلي سمعت الاسم من أحدهم. إيه يا تعسى أختك وهي مع رجل سكنه الشيطان. ألم أقل لك ذلك يا شيخ؟ الحمد لله، الحمد لله أن كشف لي ما كنت أجهله. وأين أهل الحسين الآن؟ أسكنهم زوج أختك في دار فارهة، لعله أراد أن يكفر عن ذنبه. ساقها قدرها إلى عدوها وعدوكم. اهدئي يا هند، اهدئي، لقد علمت ولست بملومتك. أخبرتني سكينة ما أجراه عليك الدهر من محن. ألهمك الله الصبر على ما أنت عليه، وعظم الله لك الأجر بأخيك مصعب، فوالله إنه لشهم كريم. أخي استشهد، أخي احتسبيه عند الله يا هند، فوالله ما رأيت أشد منه مراسا، ولا أكثر منه نبلا، ولا أرأف منه علينا بعد فقدنا أبي عبد الله ومن كانوا معه. هنيئا لك يا أخي، فقد وفيت رجائي واستشهدت حيث تليق الشهادة. هنيئا لك، فقد كفيتني الحرج أمام آل بيت رسول الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. مصعب، حمدا لله على سلامتك، حمدا لله على سلامتك. مصعب. هند،
ظننت أن الخليفة سيسجنهم ويطلقنا، فإذا به يطلقهم ونسجن نحن. أما وفيتم جوائزكم؟ بلى، ولكننا نريد العودة إلى الكوفة، فلا يليق بأثرياء مثلنا أن يحبسوا وهم أقلص الناس للخليفة. هذا ليس بالسجن. ماذا تسميه إذن؟ ونحن نمكث هنا منذ عدة أيام، تمنعوننا الخروج للتمتع بأندية الشام وحاناتها. أبقيناكم حفاظا عليكم. ومن ذا يجرؤ على قتلنا ونحن من شهدت الشام على حملنا لرأس الحسين وأهله إلى الخليفة؟ لأن أهل الشام قد شاهدوكم وحفظوا وجوهكم، فلا نأمن عليكم منهم. أتعني؟ أجل، باتت الشام غير الذي عرفته عنها حينما جئك. أما رأيتهم ينفضون من حول الخليفة كارهين له؟ قطع الله ألسنة آل الحسين، ما حاجوا أحدا إلا وأصحابوه وأذوا حجته. تمتعوا بطعامكم بخمركم ريثما تنالوا جائزة بقائكم معنا. جائزة أخرى؟ جائزة أخرى، ولكن ليس قبل أن يأمن الخليفة من أهل الشام عليكم. إيه؟ المزيد من الخمر؟ يا أعيان الشام، ما بعثت إليكم إلا لأبرأ أمام الله وأمامكم من دم الحسين بن علي. جميعكم يظن بأني أمرت ابن مرجانة بقتله، وهذا الفعل لا يليق بأن ينسب إلى خليفة المسلمين، سيما وأن المقتول هو ابن نبينا نبي المسلمين. ما كان علي لو احتملت الأذى وأنزلت الحسين معي في داري وحكمته فيما يريد، حتى ولو جر علي ذلك كف ووهن في سلطاني، ولكن حفظا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورعاية لحقه وقرابته. لعن الله ابن مرجانة الذي بغضني المسلمون بما فعل من قتل الحسين، كما بغضكم بي وزرع في قلوبكم العداوة حتى كرهني البار والفاجر بما استعظم الناس في قتل الحسين. مالي ولابن مرجانة، لعنه الله وغضب عليه. لا أجد أحبتنا من أعيان الشام ووجهائها يوافقونك على تقريعك نفسك ولومها على أمر لا يد لك فيه ولا رأي يا مولاي. فقد اغتنم ابن زياد دأيك عنه وقدح للحرب شرارتها وقتل الحسين دون علمك، ومتى كان للغائب سلطان على من حضر الحرب وأشعل أوارها؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك يا أحبتنا من أعيان الشام؟ أليس كذلك؟ سرجون، أكرم ضيوفنا وابذل عليهم ما وسعت يداك من العطاء. ثم أسرجوا لي، فقد وجبت زيارتي لآل الحسين. ما كنت لأحلم بشرف حملي لسيف أبيك وجدك يا ابن رسول الله. والله وددت لو قتلت بين يدي صاحبه، ليظل هذا السيف في يد من هو أهل لإغماده إذا أغمد، وكفء لإشهاره إذا أشهر، ويقيني أنه لن يشهر بباطل ولن يغمد بحق. لقد جربت فأبليت ومحصت ففزت، طوبى لك يا مصعب. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
أين؟ أو تخشين الهرب وأنت مع أخيك؟ لقد هددني بقتل آل الحسين إذا هربت، هل أجور عليهم؟ والله لو هددني بقتل نفسي لهان الأمر علي. السلام عليكم يا أبناء العم. وعلى من اتبع الهدى السلام. لماذا تشيح بوجهك عني يا ابن العم؟ ماذا تريد؟ جئت لأعطي لا لآخذ. وماذا يمكنه أن يعطي من هو مثلك؟ وأنت أفقر الناس حظا عند الله وأحطهم منزلة عنده، فماذا ستعطي؟ إذا كان للمسلم على المسلم مظلمة فماذا يأخذ منه؟ يؤخذ من حسنات الظالم ويدفع إلى المظلوم. وإن كان مثل هذا ظالما ليست له حسنات. يؤخذ من سيئات المظلوم ويحط على الظالم. سامحكم الله يا أبناء العم، سامحكم الله. لعن الله ابن مرجان الذي أنزلنا هذا المنزل، فلو كان لي علم بما سيفعل لدفعت الحتف عن أبيك ولو بهلاك بعض ولدي. لقد فات الفوت، وأمرت بما نزعت إليه نفسك، وقتلت أبي ومن معه، فما الذي تريده؟ ما أقل حياءك وأصطف وجهك، ما أقل حياءك وأصطف وجهك. تقتل أخي وأهل بيتي وتعطيني عوضا عنهم؟ والله ما رأيت كافرا أو مشركا شرا منك. ماذا تريدون إذن؟ أريد أن تعيد إلي رأس أبي، وأن تعيد إلى النساء ما استلب منهن، ففيها مواريث الآباء والأمهات. وإن كنت تريد قتلي فأرسل مع العيال من يوصلهم إلى مدينة رسول الله. أما رأس أبيك فلن تراه، وما أخذ منكم لن يرد إليكم. أما النسوة فلن يعود بهن غيرك، وقد عفوت عنك. عهدنا إليك برعاية وصحبة ودائع رسول الله إلى يثرب. حبا وكرامة يا مولاي. ما من شيء أحب إلى نفسي من قتله يا هند. لو كان الأمر يتعلق بيزيد وحده لهان الأمر ولقمت بذلك بنفسي وكفيت المسلمين جوره، ولكن إن مات بويع من هو مثله. وتستكينين لأمر تصنعه الصدف وتبدله الأيام؟ لا يا مصعب، ما استكنت ولا هند، إنما أقول ذلك لعلمي بأن السلاطين لا يقاتلون بسيوفهم، إنما بسيوف بطانتهم اللاهتين وراء الدرهم والدرار والمنصب، وبسيوف العامة التي تقاتل أمة لجهل أو لطلب السلامة. فهل تستطيع أن تقاتل هؤلاء جميعا وتكون بذلك قد انتصرت على يزيد؟ وأترك سيفي يأكله الصدأ وهو بحاجة للنيل من الرقاب التي انحلت ليزيد، واشر أنبت تقاتل الحسين؟ ما قلت ذلك، ما قصدته هو أن تجعل لسيفك أخوة لك في الحرب، ولن تروم ذلك ما لم تجعل أصحابها أخوة لك في الدين ونظائر لك في الإيمان. صدقت يا أختا، الناس هم فيصل القول، إن دعوا للحق أجابهم وإن دعوا للباطل أجابهم. لهفي على شهيد الطف الذي دعي بحق واستقبل بباطل. أما انتهيتم من إعداد قافلة آل الحسين بعد؟ فلا يا مولاي، ولكننا نخشى أن نخرجهم أثناء النهار، والناس كما يعلم مولاي يشاركونهم نواحهم ويلزمونهم حتى هجيء الليل، فإن سيرناهم نهارا لصرخت الشام بصريخهم. سرجو، لئن أخرجتهم نهارا يا مولاي تجمع حولهم الناس مودعين، لربما جعلوا من الناس سلطانا يحتمون به منك ويثورون عليه. إذن فليسر بهم ليلا في الظلام بعيدا عن عيون الناس. أنا نبيت هنا يا ابن عباس كي نقيم الصلاة ونتابع المسيرة في الصباح. ما الصلاة فنتوقف لإقامتها بلا ريب، وأما المبيت فسلفاطمة إن كانت تصبر على رؤية أبيها وإخوتها.
احترز يا أخي واتقي غوائل الطرق، فما عاد المرء يأمن على نفسه في ظل هكذا سلطان. بأمان الله وحفظه يا أخته، بأمان الله. مصعب، ألا تودع زوج أختك؟ مولاي، ما شأنك بهذا الرجل؟ ويحك، إنه شقيق زوجتي. أخرج يا أخي، أخرج. مولاي، أخو زوجتك وقد قتل منا ما قتل. مولاي، لا عم لك أيها اللعين، سأقتلك إن قتلته. لأقتلن آل الحسين جميعا. أهرب يا أخي قبل أن تقتل، أهرب. قسما إن قتلته لأقضين على آل الحسين عن بكرة أبيهم. أرجوك يا أخي، إن شعرة من آل الحسين تقطع، هي ضيعة فيه. أهرب يا أخي، دعه يا أخي. امنعوه من الخروج، امنعوه من الخروج، قسما لأقتلنه وأكحل بدمه عينيك الآثرتين. كيف أمسيت يا ابن رسول الله؟ أمسيت مطلوبا بثمان. الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان باتباعه، والحافظات بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. مرني يا امرأ رسول الله. هلا عرشت بنا إلى كربلاء فنجدد عهدا بقبر أبينا. سأخبر الخليفة غدا بحضورك، ولكنني جئته لأمر هام. لن يستطيع أن يرى أحدا، إنه معتل. ويحي، الخليفة معتل؟ أجل، اللهم اشف خليفة المسلمين ولا تفجع به قلوب المؤمنين. اللهم اشف خليفة المسلمين
ولا تفجع به قلوب المؤمنين يا رب يا معين. هنا مكانك يا ابن سياد، لقد وجبت محبتكم علينا. ادنوا مني يا ابن سياد. اسقني شربة تروي فؤادي، ثم صلي واسق مثلها ابن زياد. موضع السر والأمانة عندي، وعلى ثغر مغنمي وجهادي. إني لأرجو الله أن يكرمني بهوانكم. وقد استجاب الله لدعاء الإمام الحسين عليه السلام وأكرمه بهوان من ظلمه، فقد عاد ابن زياد إلى البصرة فطلبه أهلها حتى قتله الثوار الذين رفعوا شعار يا لثارات الحسين. وقتل عمر بن سعد على فراشه استجابة لدعاء الإمام الحسين عليه السلام. وقد لقي جميع من اشترك في جريمة قتل الحسين عليه السلام حتفهم، ولم ينج منهم أحد من عقاب الله. أما يزيد فقد عاش تعسًا بآلامه وآثامه، وينهض بقية الصحابة من أبناء المهاجرين في وجهه، فتقع مأساة الحرة وفجيعة المدينة، ثم تبعها يزيد بهدم الكعبة المشرفة حتى ذهب إلى عذاب الله وغضبه إثر تقيح أحشائه لإدمانه على الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. صدق الله العلي العظيم. وتطوف قافلة السباع، والصوت يزرع في الظهور النار والشوك الأليم. وتطوف قافلة السباع، والصوت يزرع في الظهور النار والشوك الأليم. فتطل من بين الجروح الحمر أزهار
صوت بنت الله.